أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد. اليوم أنا أستاذ لغة إنجليزية وراح نشوف مع بعض حل هذا الموضوع في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة ثانية متوسط. ادخلوا القناة تاعي، راح تلقاو العديد من الفيديوهات اللي راح تعاونكم في المراجعة للفروض والامتحانات. تابعوا هذا الفيديو للأخير، راح يعاونكم بزاف في المراجعة. نبدأ مع بعض في قراءة التكست. Shopping at the supermarket. Shopping at the supermarket يعني التسوق في supermarket. Here I am at the supermarket. ها أنا ذا في supermarket. I am Sarah and I am with my daughter Liz. يعني أنا سارة وأنا في وأنا مع وأنا رفقة ابنتي في ابنتي ليز. She loves supermarkets and I like them too. يعني هي تحب على ليز تتكلم على بنتها، قالت لنا هي تحب السوبر ماركتس وانا كذلك احبه. My husband doesn't like supermarkets. يعني زوجي، هي تقول زوجي لا يحب السوبر ماركتس. That's why he is at home reading the newspaper. يعني لذلك هو في المنزل يقرأ الجريدة. Let me see. دعوني أرى. I like apples and soda. أنا أحب التفاح والصودا، المشروبات الغازية. Liz prefers grapes and orange juice. Liz تفضل العنب وعصير البرتقال. For breakfast, I like milk because it's very important for our health. يعني للفطور أنا أفضل الحليب لأنه مهم جدا لصحتنا. Especially for children، يعني خصوصا للأطفال. And do you like milk؟ تسأل فينا هل أنتم تحبون الحليب ولا هل أنت تحب الحليب؟ Liz like yogurts of all kind. يعني ليز قلتنا تحب الياغورت بجميع أنواعه. I also like vegetables. أنا كذلك أحب الخضر. Lettuce and carrots. الخس والجزر. I don't like onions. أنا لا أحب البصل. And Liz hates courgettes. وليز تكره الكورجيت يعني الشريبات. Do you like fish? هل تحب أنت السمك؟ My daughter prefers fish to meat. يعني ابنتي تفضل السمك عن اللحم. Can you believe that؟ قالت لك هل تصدق ذلك؟ راهي تخاطب فينا. By the way، بالمناسبة، do you like shopping؟ هل أنت تحب التسوق؟ What do you like doing؟ ماذا تحب أن تفعل؟ هذا هو التكست تاعنا، هذا هو النص تاعنا. بعد ما قرينا النص وفهمناه نقدر نجاوبوا على الأسئلة بكل سهولة. Task 1، التمرين الأول والمطلوب الأول. I read the text and complete the table below. يعني نقرأ النص، بعدها نملأ هذا الجدول. عندنا في الجدول وش كاين؟ عندنا fruits، يعني في الخانة هذه راح نحط الفواكه fruits. Vegetables، خضار، راح نحط في الخانة هذه الخضار اللي مذكورة هنا في التكست. Dairy products، يعني المنتجات الحليب، منتجات الحليب نحطها لهنا. drinks هي المشروبات نحطها لهنا. اوكي، راح نشوفوا مع بعض. fruits واش ذكرت لنا لهنا؟ المأكولات اللي ذكرت لنا به نحطهم. Liz loves she، نقراو ونعاودو نقراو النص. here I am at the supermarket. I am Sarah and I'm with my daughter Liz. She loves supermarkets and I like them too. My husband doesn't like supermarkets. That's why he is at home reading the newspaper. هنا ما ذكرت لنا حتى واحدة من هذه، حتى مأكولات. Let me see. I like apples and soda. Apples نحطها هنا في الفروتس. Okay. Apples هي تفاح. Soda هي مشروبات الغازية، راح تكون هنا في drinks. Liz prefers grapes. Grapes هي العنب. Grapes راح تكون fruits. Okay, fruits. Grapes
and orange juice. Orange juice. Orange juice عصير برتقال. Orange juice راح يكون في drinks. For breakfast I like milk. Milk راح نحطه في drink في dairy products. Okay. يعني منتجات الألبان نحطها هنا. Milk هذه milk راح تكون هنا dairy products. Because it's very important for our health, especially for children. And do you like milk? Liz likes yogurts. Yogurts نحطها في dairy products. Yogurts هي من منتجات مشتقات الحليب، منتجات الألبان. All of all kind. I also like vegetables. Vegetables. Vegetables هذه هي الخضار نفسها. Vegetables, lettuce. Okay, عطاونا examples على vegetables. Lettuce راح تكون في vegetables. And carrots. Carrots كذلك راح تكون vegetables. I don't like onions. Onions كذلك في vegetables. Okay, onions هو البصل في vegetables. And Liz hates courgettes. هذه راح تكون هنا. هذه الجريوات راح تحطها vegetables. Okay, courgettes. Courgettes. Okay. Do you like fish? Do you like fish? Fish. No, fish ما عطاناش هنايا meat. Okay, كون عطانا meat ولا fish راح نحطوها هنا. My daughter prefers fish to meat. Can you believe that? By the way, do you like shopping? What do you like doing? Okay, هنا نكونوا جاوبنا على هذا السؤال. هنا apples هتكون هنا fruits. Soda هتجينا هنا في drinks. عندي grapes نحطها fruits. Orange juice عصير برتقال نحطه هنا في drinks. Milk كذلك في هنا نحطه في dairy products. عندنا هنا lettuce, yogurts. Yogurts نحطه في هنا dairy products في مشتقات الحليب. هنا نديرو lettuce. Lettuce نحطه في vegetables. Carrots, نفس الشيء في vegetables. Onions, vegetables. Courgettes, في vegetables. Okay. I read the text again and answer the questions. Is Sarah at the clothing store? كنا هنا سؤال. هل سارة في متجر الألبسة؟ كما شفنا في التكست سارة هي في at the super at the supermarket. Okay, راهي في supermarket ماهيش في clothing store. Clothing store هي محل الملابس. هنا وش راح نجاوب؟ كيف نجاوب على السؤال هذا؟ هنا يا yes or no question. Okay, هذه is Sarah at the supermarket. وش نقوله احنا يا؟ هنقوله yes إذا كانت نعم ولا no إذا كانت لا. هنا يا ماهيش في clothing store. راهي في supermarket. Okay, راهي في supermarket. إذا نحنقول no. No, she is not. No, she is not. How is any is Sarah? Okay, is Sarah at the supermarket? ولا قادر نقوله no, Sarah is not. يا إما نعوضها بالضمير هذا ولا نخليه الاسم عادي. سؤال تاني عنا is Sarah with her husband doing the shopping? Is Sarah with her husband doing the shopping? يعني هل سارة مع زوجها تقوم بالتسوق؟ هنا يا كما شفنا في التكست عندنا هنا يا قلتنا I am Sarah and I am with my daughter. يعني أنا سارة وأنا رفقة ابنتي مع ابنتي ماهيش مع زوجتها. إذن مش راح نقوله no نفس الشيء no لا she is not. Okay, no she is not. ولا راح نقولوا no Sarah is not. يعني is not with her husband. نديرو هنايا does she like milk? Does she like milk? هل هي تحب الملك؟ تحب الحليب؟ مش راح نقولوا شوفوا إذا في التكست نعم أو لا. راح نقولوا نفس الشيء هنايا yes or no question. هنايا قلت لنا for breakfast I like milk. شفتوا for breakfast للفطور I like milk يعني yes هي تحب الحليب. وش راح نقولوا نقولوا yes she does.
اوكي يس شي داز. ها قال لي داز شي لايك ميلك، هل هي تحب الحليب؟ نقولوا يس شي داز، نعم هي تفعل، هي تحب الحليب. هذه هما الاجوبه. عندنا I find in the text words that are closest in the meaning to the following. يعني يعطاني هنايا الشرح. مول، مول شرح تاعها في التكست هي كاينه كلمه ماركت، ماركت اوكي سوبر ماركت. مول هي سوبر ماركت، مول ديروها سوبر ماركت، سوبر ماركت just one p okay سوبر ماركت. now house، house yeah home، house منزل، home at home reading the newspaper يعني في المنزل يقرأ الجريدة. house شرحتها هي home. I find in the text words that are opposites the meaning to the following يعني العكس. دركا عندنا ضد الكلمة هذه، هذه son، son هي ابن، العكس تاع ابن هي يا بنت daughter okay no like the son هي daughter هي بنت okay daughter هنا ابن هنا هذه بنت. without without يعني بدون، without لك صحة with مع okay بدون مع with كما هنا أعطاني with okay هذه العكس without. task two المطلوب الثاني عندي complete with a tin of a head of cluster of a pinch of. هذه أعطاني هذه الرسومات هذه وقال لي أحط نكمل أنا شو نقول salt هذه هذه رشة okay رشة من الملح شو نقولوها؟ نقولو a pinch of salt هذه a pinch of salt كاتي a pinch of salt رشة ملح، رشة ملح. هنا tuna اوكي علبة تاع طن، هنا نقولو a tin of tuna، a tin of tuna tin of tuna علبة تونة. هذه grapes، grapes هنقولو عنقود من العنب grapes a cluster of grapes هندير هذه cluster of grapes. عنقود من العنب. زيدو عندنا لاتس، لاتس هنديرو رأس من رأس سلطة، رأس خس هاد اوكي هاد هاد اوف لاتس. هادو هما الإجابات. هادي قلنا a pinch of salt رشة ملح، a pinch of salt رشة ملح، a tin of tuna علبة تونة، a cluster of grapes عنقود عنب، a head of lettuce هو رأس رأس خس، رأس من الخس ولا رأس سلطة. اوكي وهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، راح نشوفوا التكملة تاع هذا تاع هذا الموضوع في فيديو جاي ان شاء الله قبل ما يجيناش الفيديو طويل. تابعوني دائما، تابعوا فيديوهاتي، تابعوا قناتي، وخليوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم سلام.